العين صابتني ووشي اتشل عشان كلمة من واحد شافني لابس جاكيت غالي في فرح ابني، حسدوني عشان هدومي ماركة. ده اللي قاله الفنان محمد فؤاد لما اتكلم عن سبب اصابته بشلل في وشه وقال ايه اللي حصل معاه بالظبط. اتكلم الفنان محمد فؤاد عن اصابته بمرض العصب السابع وقال ان هو تعب بسبب ان هو اتعرض للحسد لما واحد شافه لابس بدلة جديدة في فرح ابنه عبد الرحمن اللي اتعمل قريب. وحكى الفنان اللي حصل لما طلع على المسرح ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وقال ان هو بعد فرح ابنه عبد الرحمن على طول تعب، واللي حصل ان حد يوم الفرح حسده وقال له على الجاكيت بتاعه انه حلو وفضل يتأمل فيه، بعدها على طول وشه اتلوح وكمل وهو بيكلم الجمهور وهو لابس نفس الجاكيت وقال عشان كده انا قلقان من الجاكيت ده وان شاء الله هبيعه بسعر كويس وهتبرع بالفلوس لصالح مستشفى 57357 وانا الحمد لله كويس ويلا نستمتع بالحفلة. فعلا الجاكيت ده عمل قلق على السوشيال ميديا خصوصا ان سعره كان عالي ووصل سعره 2400 دولار، يعني حوالي 115,000 جنيه مصري، وخلى الناس كلها تتكلم عليه. كمان الفنان محمد فؤاد اتكلم مع الجمهور وقال لهم بلاش عيالكو يسمعوا كلام هابط في اغاني المهرجانات، وقال لهم سمعوهم عبد الحليم حافظ وعمرو دياب، بلاش بتاع نمبر ون، مفيش حاجة اسمها نمبر ون. وكمل كلامه وقال جمهورنا طيب، انا فاكر اول اغنية قدمتها ما كنتش راضي عن نفسي فيها، بس الجمهور دعمني جدا، لكن اللي شغالين دلوقتي بيقولوا كلام وحش قوي وفي ناس بيضحك عليها ولو انتشر ده مش كويس، وانا بشكر مساندتكم ليا طول عمري. ووجه كلامه وتصريحاته عن الجاكيت بعد انصاب بالعصب السابع ووشه بقى كأنه مشلول، وعشان كده كان بيظهر لابس نظارة سودا في حفلاته الاخيرة عشان يخفي الاعوجاج اللي حصل في نص وشه اليمين. الفنان تعب بعد فرح ابنه على طول لما صحي من النوم لقى نص وشه اليمين واقف خالص، والدكتور اللي بيعالجه قال له ان ده مرض العصب السابع وانه لازم يرتاح ويتعالج. الفنان محمد فؤاد اتصاب بيه من اكتر من شهر، والكلام ده حصل بعد فرح ابنه على طول، وبعدها احتفل بخطوبة بنته واتصاب فيه من شهر 4 اللي فات، والعلاج الطبيعي والراحة ان شاء الله دولت اللي هيساعدوه ان هو يخف بسرعة، خصوصا ان الفنان محمد فؤاد بدأ العلاج على طول الفترة دي.